جزئيه كمان ايه الشناوي، وان شاء الله باذن الله يكون موفق خلال المرحله اللي جايه. امبارح في الماتش واتكلمنا على موضوع التحكيم، الاهلي ليه حاجات وبيراميدز ليه حاجات، بس السبب في كده ايه؟ الكابتن عصام فتاح. ليه؟ لان جاب حكم مش من حكام الاكفاء قوي. هتقول لي اصل دار مباراه، دار مباراه ريال مدريد ومانشستر سيتي عادي يعني. اه ماتش كبير وفرقتين تقال ومش عارفين النتيجه كانت كبيره وكلام من ده عادي يعني، لكن عنده مشاكل. لما تيجي تقارن الحكم بتاع امبارح ده بالحكم الاسباني اللي حكم مباراه الاهلي والزمالك مونييرا ده، لا فرق شاسع. رغم ان الحكم الاسباني ما قدرش ماتشات مثلا ريال مدريد ومانشستر سيتي يعني، او ماتشات كتيره في الشامبيونز ليج اقدر اعتقد بعضها، لكن مش ماتشات مهمه قوي، لكن فرق شاسع يا راجل، فرق كبير. وانا استغربت امبارح يقول لك يعني، ناس تقول لك ايه ده احسن حكم في رومانيا. هي رومانيا فيها كوره يا جماعه؟ ما كامل الاحترام يعني، رومانيا فيها كوره؟ حكام الفار من المجر هل هم معتمدين فار؟ لا. فمين اللي يتسال في الحاجات اللي زي دي؟ الكابتن عصام فتاح اللي بيواصل للاسف قراراته المؤثره بشكل سلبي في التحكيم المصري. وانا بصراحه مش عارف هو عمل مداخلات ولا، بس اكيد عمل يعني، الطبيعي هيطلع يدافع، هيطلع يدافع عنه ولا مش هيطلع يدافع عنه، ولا هيطلع يهاجمه زي ما هاجم الحكم الاسباني ولا ايه؟ مش عارف. رغم الحكم الاسباني ده ما ينفعش يتهاجم والله العظيم، من افضل الحكام اللي جم مصر مؤخرا يعني. فانا مش عارف الكابتن عصام عبد الفتاح هيعمل ايه يعني، او هو عايز من الكره المصريه ايه. فالناس اللي بتتكلم عن التحكيم، اصل بيراميدز ليه، اصل بيراميدز ضربه الجزاء المفروض ما تتحسبش، ضربه الجزاء الاخيره اللي جابها رمضان، اصل مش عارف ايه كلام من ده، انتوا بتكلموا مين؟ كلموا الكابتن عصام فتاح اللي جايب واحد من الناس او من الحكام اللي هو يعني علاقته بيهم كويسه تقريبا، هو جايبه عشان كده، وزنق نفسه في الاخر يقول لك اصل ضيق الوقت. طب فينك من بدري يا كابتن عصام؟ ما هو ماتش الاهلي وبيراميدز معروف ميعاده. بس يعني ده فيما يتعلق بالجانب التحكيمي.